انطلاقت كأس الغارية أعزائي الجمهور والحضور الكريم. ليدي شانتيلي جي بي جمبر الآنسة العنود بنت شعلي الكواري في انطلاقة قوية وسريعة ومحاولة من الجهة الخارجية والجواد لخطف الصدارة الجواد ناتشو آرم ستيفان لجاج، ومن الجهة الوسطى محاولات قوية للجواد كارينا بلس، ولكن الصدارة جميلة وقوية والمهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والجواد تويترا في صدارة جميلة وقوية من الجهة الخارجية. راشيد مبارك سعيد جفال النعيمي وجيرالد أفرانش والمنعطف الأول ونقطة 800 متر من الجهة الداخلية ليدي شانتي للأنس عنود بن تشعيل الكواري وجي بي جمبر اتجاها ونقطة 600 متر صدارة جميلة وقوية للمهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع تويترا وإعازات مبكرة رشيدة بوضع اليد وبشكل جميل وصدارة وسط الجياد. محاولات من الجهة الخلفية فيس مربط إنجاز وريتشارد مولن، ومن الجهة الخارجية نيتشو الآر ورشيدة الآن والأمتار الأخيرة من وسط الجياد جيرالد أفرون رشيدة، ومن الجهة الداخلية نيتشو الآر، ولكن رشيدة وكأس الغارية، رشيدة وكأس الغارية. مبارك سعيد جفال النعيمي ماجد سيف الدين. جاء كأس الغارية أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 9 رشيدة ملك السيد مبارك سعيد جفال النعيمي والمدرب ماجد سيف الدين والخيال جيرالد أفرانش مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 أزمة ملك السيد عبد الهادي مانع الشهواني والخيال ماركو مونتريسو. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 4 فاست ملك السادة مربط إنجاز والخيال ريتشارد مولن. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 7 ليدي شانتيلي ملك الأنسة العنود بنت شعيل الكواري والخيال جي بي جمبر. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 6 بلاك دون فير ملك السيد محمد خميس عيسى محمد مانع الكعبي والخيال ألبرتو سنة. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. كأس الغارية الفارس جيرالد أفرانش، فارس الجواد رشيدة مبروك، والمدرب ماجد سيف الدين مبروك. كأس الغارية والمالك السيد مبارك سعيد جفال النعيمي، نيابة السيد أحمد المالكي الجهني مبروك. والصورة الجماعية والتذكارية وصورة رشيدة على خط النهاية في كأس الغارية وطاقم الجواد رشيدة مبروك الفوز.